في محله الصغير يحضر زهير القهوة لزبائنه. كان في السابق يكتفي بما يجنيه من هذا المحل، لكن حاله تغيرت كثيرا مع قرار السلطات تقليص ساعات عمل المقاهي وحظر التجول ليلا. تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا قلصت مدخوله إلى الربع، واقع دفعه إلى العمل في طلاء المنازل ليوفر قوت عائلته. كنا قبل نعمل ثلاثات، توا تحت تقريب للربع رسات، مثل الزيت أنا باش خرجت ولت نخدم دهان باش نجم نخلص الكريم، باش نجم نخلص الصناع، وباش نجم نقعد محلول. ما كنت أنا كنت معنا مضطر باش نسكر على خاطر الرسات تحت بالرسمي تحت للربع. حال زهير ليست مختلفة عن حال كثيرين من أمثاله في قطاعات استهلاكية وخدماتية. تقييد حركة الناس في الشوارع وفرض البروتوكول الصحي على المؤسسات قلص من عائدات الأنشطة التي يعملون بها. حظر التجوال والخوف من العدوى جعل من التنقل على مستوى الأشخاص إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك إلى أصحاب المطاعم والمقاهي أصبح شيئا صعبا، وبالتالي تأثر هذا القطاع بصورة كبيرة وكبيرة جدا. حاولت الدولة خلال الموجة الأولى للوباء الوقوف إلى جانب هؤلاء لإعانتهم عبر منح مالية بسيطة وإعفاءات ضريبية، لكن تلك الإجراءات يقول عدد من المهنيين بقيت مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي، فقد اضطروا إلى دفع غرامات مالية بسبب التأخر في سداد مدفوعاتهم. لم تستثنهم الجائحة من أضرارها، إلا أن من ينشطون في هذه المهن يقولون إن معاناتهم كانت مضاعفة، الأولى بتنكر الدولة لهم كما يقولون، والثانية بالخسائر التي لحقت بهم جراء فيروس كورونا. علي القاسمي، العربي، تونس.